في القسم الثاني هو عن مجموعة وسط غرب، تمكن فريق رائد القبة من تحقيق فوز مهام على شباب جير عبادلة بهدف لصفر في اللقاء الذي احتضنه ملعب بالحداد بالعاصمة، وبهذا تمكن الرائد من الانفراد بالمركزية الثاني برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الزائر فريق جير عبادلة عند النقطة الرابعة في المركز ما قبل الأخير. محمد قريشي والتصريحات. ثلاث نقاط خلينا ان شاء الله تاع اليوم نبداو نحضروا ان شاء الله بصفه يعني جيده، يعني المقابله قادمه ضد قليعه، المقابله اللي راح تكون قويه ان شاء الله، ديربي ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله، باش تكون المقابله تاع اليوم هي بدايه لسلسله نتائج اخرى ان شاء الله ايجابيه. الحمد لله اللاعبين كانوا مركزين، تعليمات المدرب قدرنا نوصلوا للمرمى وسجلنا هدف، وان كانت النتيجه تكون اكثر وكان كان شويه تركيز امام المرمى. الحمد لله ثلاث نقاط وان شاء الله تحضر لنا حضر المباراه الجايه ان شاء الله. راكم شفتوا المقابله، كنا الند للند الفارق رائد القبوه، ما كانش فارق بين رائد القبوه وشبيبه صغير، مستوى واحد، اللاعبين ادوا مقابله رجوليه، كنا نتمناو نتحصلوا ام واعل التعادل، ربي ما وفقناش ان شاء الله. المقابله القادمه ان شاء الله نعوضوها كنا قادرين نولوا، مي ما كذبتش، دوزيام ميطوا راكم شفتوا ثاني هما هي، حنا درنا البوسيبل قدام وكنا قادرين اوموان نخرجوا ولا